صباح خوري كمان صباح يعني صباح انت من اكثر الاشخاص يلي ضحوا للنادي الاخضر اليوم فرجيت على المستوى الفني كمان قد ايه قادر تعطي لفريقك وفريق الحكمه بالفاينل فور شو فيك تقول بعد الفوز والربح الكبير اول شيء غياس مبروك لجمهور نادي الحكمه وانا ماني بحاجه ارجع احكي عن تضحيات لانه هذا الجمهور بيستحق كل شيء في مصاري ما في مصاري ما ولا مره فرقت معي هذا الموضوع بدي اهدي هيدا الجيم لحبيبه قلبي امي اللي من اول كاريرتي هي متابعتني بتشجعني بكل المراحل كل لعيب بيقطع مراحل صعبه بكاريرته بس هيدا الجمهور وعائلتي وامي واخواتي البنات هو اهم صفقه اهم شيء بالدنيا كلها مبروك ميرسي غياس ميرسي على ثانك يو ثانك يو